بونسوار يا احلى عالم، ان شاء الله تكونوا رواق رواق اليوم وكل يوم انتو وكل اللي بتحبون. اليوم رح نعمل مع بعض ستيك، اوكي، بطريقه كتير 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 طيبه. يلا ترقبوني وشوفوا كيف رح نعملهم. بليز ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناه تبعي وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. رح نحط اول شيء على الستيك ملح وبهار اسود ونتركهم لمده شيء نص ساعه. وإذا بدكم تنقعون من قبل بساعة كمان بمي وفيها ملعقتين من الخل، ملعقتين كبار وملعقة صغيرة من السكر، نص ساعة أو ساعة بتطرى معكم الستيك أكثر. أوكي، سو هلأ بهرناهن وملحناهن قبل بنص ساعة. حطينا زيت زيتون على المقلة، أنا بحمي المقلة أول شيء برجع بحط الزيت. لما يحمى بدي نزل فيه ثوم. اوكي، بنفس الوقت رح جيب الستيك. اهم شيء يكون جايبين ستيك نوعه منيح، نقوه تقولوا لهم انه بدنا اياه للستيك. اوكي، بنحطهم على ميله وحده لمده 15 دقيقه او 20 دقيقه على نار خفيفه. هيدي كثير مهمه تستوي على مهلها. الاكل يلي بتعطوه وبتعملوه بحب رح يطلع كثير طيب، واللي بتعطوه كثير وقت على النار كمان رح يطلع كثير طيب. فهولي قاعدتين كتير مهمين. قلبتهم أنا على الوجه الثاني كمان 15 لعشرين دقيقة، بعدين شلتهم. رح شيل الزيت اللي عندي والثوم اللي عندي وحط بس ملعقة أو ملعقتين من الزبدة. رح أرجع بدي حمرهم على الميلتين، بياخدوا شي دقيقتين ثلاث دقايق على كل ميلة لا يتحمروا. شي بشهي شي بشهي. رح اعمل حدا ماشت بوتيتو بتطلع كتير طيبة. اذا بدكم اعملوا بوتيتو ويدجز كمان بتطلع طيبة، بس انا بحب معها الماشت بوتيتو اكتر. رح قلكم الطريقة اللي بعمل فيها الماشت بوتيتو كمان، شوفوا لونهم ما احلى صار بجنن. اكلة خفيفة وسريعة. سلقت عندي راسين من البطاطا بحجم متوسط، قطعتهم مكعبات وسلقتهم وشلت عنهم الفوم يلي طالع فوق. شوفوا كيف انسلقوا كتير منيح ورح اهرسهم. اذا عندكم هيدا اللي بيهرسوا فيها البطاطا بيكون احسن ليطلعوا كتير ناعمين. هن وسخنين بتحطوا لهم الزبده لحتى تسوح. اصلا الزبده كانت عندي بحراره الغرفه، بس مش مشكله لانه سخن البطاطا حطوا دغري فوقها. توابل شو رح حط؟ رح حط بهار ابيض، رشه بهار ابيض، بيتحمل تحطوا بهار اسود كمان، وبتحطوا ملح. هيدي هي بالنسبة للبهارات والملح حسب الرغبة اكيد. هون شوية بهار ابيض بهار اسود وخلاص. رح حط ملعقة صغيرة من الحليب البودرة، رح حط كمان حليب سائل الفريش، ما تكتروا شوي يعني لا تطلع بالسماكة اللي بدكن اياها. شوفوا حطيت شي ملعقتين يمكن كبار وبخلطهم كتير منيح وانتهوا. سخنتهم قبل ما قدمتهم وانتهت. أكلة سهلة وسريعة، هيدا بالأيام يلي ما عندكم كتير وقت أو جاي عبالكم تاكلوا شي طيب وخفيف. وهيدا هي أكلتنا لليوم، يا رب تكون عجبتكم. بليز إذا جربتوها حطولي بالكومنت بوكس، إذا أصلاً أنتوا بتعملوها عادي كمان خبروني. أوكي، وبليز ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تعملوا لايك للفيديو إذا عجبكم وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. بحبكم كتير. بون أبتي.